أنا والعائلة، ماشي غير أنا والعائلة. 6 أشهر ماشي سهلة، وهذا المسمار اللي طلق الميكروب بالرجل راه ماشي سهلة باش يحيد. راه العصب دابا تأثر ليا، راه العصب تأثر ليا دابا. كتبكي لأن الحالة ضعيفة. بزاف أخويا، الإنسان ما مولفش على هذا الوضع، هذا مولف كيخدم بعرقه كرامته شرفه على وليداته حلال من الله، ولكن باش إنساني ولي يتلاح حتى لهاد الدرجة ما راديش عليها. نطلبوا الله، الله يشفي الجميع أخويا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالك؟ حشوشي محمد. محمد؟ نعم. ما كنعرفو الطقس شيكور. نعم. الطقس الميزاني. نعم. اليوم كنت واجد هنا في الشارع العام، شفنا الرجال ديالك وقع على واحد المشكل، شرح لنا شنو وقع لنا بالضبط. كملت العمل ديالي، كنت غادي هبط على المسمار ديال العشرة، هبط ليا من التحت طلع ليا من الفوق مع السكر، خماجت ليا في ساعة. مشيت للسبيطار كرطوا ليا داكشي اللي كاين في رجلي، ودابا لمدة 6 أشهر الحالة راه باقا كتشوفوا فيها كما كانت. وخاصك فين ما مشيتي خاصك فيزيتا بالفلوس، هذا بالفلوس مدة 5 شهور و 6 شهور انت جالس، ومصاريف والعائلة والوليدات راه قاصحة. محمد شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي 3. 3؟ نعم. مكتشي شيفور مهني، واش ما عندكش واصل لسينس؟ والو، ما عندنا حتى شي ورقه اللي كديني بان راه حنا مهنيين اخويا، ما عندنا حتى شي ورقه، عندنا لا لاكيس لا ميتيال هذاك، عندنا الله تبارك وتعالى. ضروري شي شويه على بعض الناس اللي خدمت، ضروري شي ثانيه. انا والعائله ماشي غير انا والعائله، 6 أشهر ماشي سهله، وهاد المسمار اللي طلق الميكروب في الرجل راه ماشي سهله باش يحيد. راه العصب دابا تاثر ليا، راه العصب تاثر ليا دابا. احنا دابا كنا في هذا، وحنا رجعنا دابا للعصب، وكنطلب الله تبارك وتعالى هو يشفي الجميع اخويا. كتبكي لان الحاله ضعيفه. بزاف اخويا، الانسان ما مولفش على هذا الوضع، هذا مولف كيخدم بعرقه كرامته شرفه على وليداته حلال من الله، ولكن باش الانسان يولي يتلاح حتى لهاد الدرجه ما راديش عليها. نطلبوا الله، الله يشفي الجميع اخويا. و دابا 6 أشهر مول الطاكسي ولا مول الكريمه، شنو دار معاك؟ ما كتخدم معاهم صافي، كتعطي الامانه ديالو وتاخذ الامانه ديالك لا شاطك صافي، الحمد لله. ما كاين من مرتي ما سولتك ما عيطتك؟ لا لا، الخوت كيسولوا فينا، الخوت الحمد لله خويا كيسولوا فينا، الخوت والحباب الحمد لله. حتى كتشوف كيسولوا فينا خويا، يسولوا فينا خويا. تخدم على وليداتك؟ مولفهم طبق خايب، كنطلب الله تا من المسؤولين وزارة الصحة والناس ديال العمالة يشوفوا من حالي، عارف رجلي ما عرفتش شنو فيها، باغي نخدم مولفش أنا على هاد. مريت أزمة يا خويا، أزمة مولف كنخدم على وليداتي ونضحك ونلعب معاهم، ولكن دمرت هاد الدرجة حتى لهاد الدرجة خويا، ما رضيتش على هاد الوضع، ولكن الامر لله، الامر لله. الحمد لله على كل حال اخويا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنقولوا على العمالة في المقام ديالك، القسم الاجتماعي كيف ما في العمالة انه
رسالتك لي على الاقل تعاون معاك لان انت دابا في مهنة شي خدام بخير على خير وكاين دابا في مهنة حاول توصل لواحد الرساله ونطلبوا من الله تبارك وتعالى الله يجعل الله تبارك وتعالى يدير المحنه في قلوبهم ويرحمونا ويشوفوكم الحالنا راه ما كنقدروش نمدوا يدينا لعباد الله ولكن هما خصهم يحاولوا يسولوا فينا ويسولوا علينا والله يرحم لهم الوالدين في هذا العواشر هادشي اللي نطلبوا الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيد عبد الرحيم الكاتب الاقليمي السابق تحت الوطني شخصيه الاجره الصغيره وعضو المكتب الحالي. يعني كيف كتشوف حل الحالات ديال هذا الصحيح اللي معكم قدام نديم عليه تتصاب واحد المرض الان دابا هو متشرد يعني عايش لوحده ما عندوش اللي ينفق عليه يعني كيف كتشوف هذه الحالات اخويا هذا هو الواقع ديال هذا القطاع منذ سنوات والى يومنا هذا واليوم زاد الظهور اكثر. نظر لواحد القطاع ما تابع حتى لشي جهه معينه نقولوا مثلا اللي غتتحمل المسؤوليه ديالها حنا تابعين لوزاره النقل تابعين لوزاره الداخليه تابعين التجهيز والنقل يعني عندنا واحد المجموعه ديال الحوايج يعني القطاع ما مضبوطش قطاع عشوائي قطاع غير مهيكل لا انت كتشوف هذا هو الواقع ديالو هذا راه نموذج لواحد المجموعه ديال السائقين اللي كيعيشوا نفس الوضع وواحد نسبه كبيره مشات في طور النسيان ما تجبدات ما والو كاين اخوان هنايا ثاني حالات اخرى هي كثيره امامنا وهذا هو نموذج هذا القطاع وهذا الشيء كيتسنى تقريبا الجميع الا بغيت نقول لك. الوسيط ديالكم وكل وزاره الصحه انه ما يمكنش نبقاو نشوفوا واحد الشخص مريض كيعاني في صمت وحنا كنتفرجوا فيه. هذا كيفاش بق لي وشرت واقع وكل صدق شنو نقول لك القطاع مهمش بواحد الشكل كبير يعني واللي رغم انه واحد القطاع اللي هو مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي الوطني للبلاد الا بغيت نقول لك واحد النسبه ما نقدرش نعطيك رقم معين ولكن واحد النسبه كبيره الناس راه كيعرفوا قطاع النقل في المغرب وهذا الحلقه الاضعف في هذا القطاع هذا هي سياره الاجره لا تقاعد لا تغطيه صحيه لا عقد عمل لا حتى شي حاجه هو الحلقه داك السائق هو الحلقه الاضعف الاضعف في هذه المنظومه هذه. بالنسبه لكم القطاعات المهنيه واش عندكم شي جمعيه ديال الاعمال الشيوعيه اللي تقدر انها تعين بحال هاد الناس هادو ولو غير في الظروف الصحيه دابا هاد الشيء دابا ولا كان جمعيه اجتماعيه عندها واحد الميزانيه تقدر تدير السبيطار وتعالجوا بالتكاليف ديالها هي. حنا غنرجعوا للاساس ونوصلوا للموضوع لو كان القطاع مهيكل لكان وراه واحد الناس اللي هما قانونيين ومهيكلين كذلك وعطوني عطى واحد الثمار لهاد المهنيين هاد الناس كيجنيو واحد الواقع كيجنيو واحد الثمار ديال واحد القطاع غير مهيكل مشتت مسيطرين على اللوبيات معلمين ديال الشكاره وهذا هو هذا هو هذا هو النتيجه ديال هذا الوضع اللي كنعيشوا هذا. رسالة للعملات المحمديه ولا لوزاره الصحه؟ رسالتي شنو نقول لك النيابه عن هذا الاخ هذا هو يمكن يعبر على هذا الشيء بنفسه اللي يمكن نعيشوه كاملين واحد التفاته من هاد الناس المسؤولين والسلطات المحليه والرفق بهاد الناس هادو وراه كيلعبوا واحد الدور حيوي بالنسبه للمدينه ولا الاقتصاد ككل كما سبق لي واش درت. السلام عليكم.